وحان جعل ليستي إنا نفتي إذا يأذن كبا أين إسحصوصينا صلاة الصبح أكم إذا صلاة شنطة إلهي الدومديس كفر ديالي اهتمام كالقوني داء يعناية القوني داء يسيد القوني دقوني داء شرع إلهي سبحانه وتعالى إنو أمري إيا بشاروين كواوين أكسوغن قفكو مركو هبين كي سيحضو وراح حديث أوقاته وحاوور ريو نلشي سات صبحي قاكو بالله بيا وإنو إلهي سبحانه وتعالى أقوتو وكو عابدو صلاة دا فرد كا إلا بدر رقعا وإنو أسوكعا قفك مرك إلهي وافتشي إنو سوي سقاتو بيتك إلهي مادو جماعة دا كسو قيب قلو طوام بشارو والنبي أشياء صلى الله عليه وآله وسلم لقيسو البشارة الأولى وحويان نبي أحيري عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله صلاة الصبح قفك تكده أو إلالية قفك سوحه كسوغيه إلهي حفظ قيسة إيا ضمان قيسة إيا إلالنتيسة أيها استع وقف سوقاتي ساكي أمان حق إلهي كسوقاتي الإمام مسلم أي حديث كسوصار بشارة اللبات النبي أشياء صلى الله عليه وسلم وحويان وحي السبب أطهي صلاة دان صبحي قول إلاليه إن قفك إلهي عذاب كيسا وكبت باده أو النار تقلي وحو النبي عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نار تمجل هيو قفت كدي قرحض انت اين صبح وصلاة صبح يا انت اين دعين وصلاة عصرك قفك اسي النار قلي مهي بشارة صدحادي وحويان وحي السبب اطهي صلاة دان اؤاد الى لسا اين السبب كوغن نقطة جنة الهي اين اقشت وحو النبي قيري عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة بخاري مسلم باص وصعر لبدا أسقفك يتكذا بردين كا جنة قليا والصبح قي عصر بشارة أفراد النبي قل شيقي وحويا صلى الله عليه وسلم إن ملائكت أيسو حاضرته وحو النبي قيري عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وحايس لك ينعربنا يؤسب بدلها يدحذينا ملائكة همينك كقرا يكوى مالنتي ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وحين كل ما رؤس دفن دافان صلاة الصبح هي صلاة عصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم كوي حال يدحذينا كوي أو كبر يبا كرء نقنا هيا وحق إلهي الله بنيا فيسألهم وهو أعلم بهم إلهي وسؤال يا أصدقوا كأغال بضن وحو كأغال بضن يا هيبا إلهي سؤال يا كيف تركتم عبادي أضوم ماذا يدي سيئوغا صوتكتين بل حالة دولك ورم فرقاسي وحي لين أتيناهم وهم يصلون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وحان كسوتكنا أيوغو توكنا يا وحان أتكنا أيوغو توكنا يا لبدا حلي أيا لبدا حلي أو صلاة ها سي كبيغن يهين أي ملائك تو إصلافا يا كوي ماذا وحي أو إمانا يا أيوغو توكنا يا كوي تغانا وحي كتغا يا أيوغو توكنا يا بشارة الشنات النبي الشيغة وحا ويان صلى الله عليه وآله وسلم صلاة دان قفك إلالية وبيتك إلهي كو إلالية وحلوك لي نور هي افتين تام او دم يستر المالين تقيامها او وح نور هيستأيريه وحو النبي قيري عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وحاذو قب شاريسا ذاتك مقدقة صعونا يوم مساجد دا أصعونا هيا ما لنت قيامها إن لسينا النور لما يسترن أو تام أو قب شاره
بشارة اللحاد يا صلاة دان أي لذا هي وحويان قف كعشها جماعة كتكدا صبح جنا جماعة ذا إلى عليه وحلو قرا قيام الليلة هبين كودن إنه تاجنا وحن النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديثك في صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل قف كي جماعة كتكدا صلاة عشها وبأسقوا هبين كبركي تاجنا ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله قف في صبحك جماعة كتكذنا وأبصقوا حلط أن تكنهي حقيقة هي ليس بشارة عظيم كأه إن انت سأجر القوقر حلط أن تاقنيت لبس صلاة وأقو إلى ليس جماعة سببت بشارة الضباد وحويان والنبي الشيخ صلى الله عليه وسلم حديث وحويان قفك صلاة دان إلى عليها وحكبت بعد يا منافق نمو منافق نمو ذا يكبت بعد يا وحول النبي يقول إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر منافقين توحى أقول الصلاة ذا وصلاة عشها هي صلاة الصبح قوية ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا هدي أغان لها يوم وحا كسوغان لبدا صلادات وفضيلة إيا بشارة وين وأجر وإيمان لها يوم أيغو عريامين وسعون ويوضوضا كسق يبا الله كدقي هبا أهاتي انتي سوء حمارتان وسوء قرقرتان بإيمان لها يوم ولذلك ويلي صحابي جليل كعبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وحاني سارقنا صحابة هدان نهي صلاة دان وقف كدب دعاؤون انشرين إلا قف منافقة ومنافق نمدي سواي عده مياني قف كلك ومغنى انشرين صلاة دان ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين وحان هاي بويري قفكو مركو ننسعون كرين ايا لسوق بقر بقليا لبقف ايا سوق بقر بقليا ايا سوق حينيا حتى يقام في الصف الى صفك لسوق تاغو ايا لسوق بقر بقليا ساسا لغو كيناي سيدا اي صحابات او الى لنشرين صلاة دان انينا كم مقنانين اي مرول باي حاضر اهادان السوق مريضة او انسعون كرين ايا لسوق بقر بقليا مركاسا صفك لسوق تاغي adigana waxa laga yaaba habeen iyo maalin ba caafimaad lugahaagu caafimaad ku qabaan indhahaagu caafimaad ku qabaan waxa laga baahantaa in lagu kaxiyo aanan jirin aadaankii shanta salaadood ba aad maqleysid baytka agtaada ku yaalo laga adimahayo qofka loo dhawaaqaya adiga uu yahay inayna ku soo marin baba ina salaadaas fadiilada leh inta leeg ina haadirtid oo ka qayb gashato waa nasiib darro aad iyo aad weyn badan وحيي عبد الله بن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وصلاة العشاء أسأنا به الظن قفك هدان كوي إن مساجدك صلاة عشها هي صلاة الصبح هدان وينه ملها أن كم ملاين إن ملحم بكمل سجر وحن كأمين سجرنا نلحن إنه يهاي ملها ونلحن بين سجرنا خير كما أن ملا سجر قف مسلم او قانقار او رقع او بيتك الهي اذانك مغلهي او ان ايمان هين او ان شلا ايمان او ان درات ايمان او ان مانت ايمانين وحدرن با كملي سجل معناها قف كاسي خير در ايا كسو سوت عيادا بالله ارن خطروي قف كمسلم كاهي وعيني صلاه داني جماعه او كتكنيا اهتمام لليضه حلقه يابا ميشو شقده كو هيو كو شقيسن هيو كو دختكنهي سوق أيوس كأن يحط كأنه هي أفرت كونا مساجد دبا إلهي وحكنا سبحانه وتعالى كوادي أضف ربضا وضن مسلم بوكنولي ساق صباح يعاو الله بار يا أنت صلاة أوت كذا الدكان كيا مقايض يا جوري يا درب كنت كذا عيادا بالله أرخ تروي قف كنوع عاصي وحويان خير در هذا حق إذا أيوس الصعدة قف صار صعدة صار رينا هي معها وقف عذر كقول أيوس يف جينا هي وي على خطر نوي marka daba qalbigiisa ilaahay inuu shaambadeeyo oo ilaahay khayr daro ku shaambadeeyo ayuu khatar u yahay wa ina adigu timaada ilmahaagana soo kaxaysa saaka salaadii subxiga ya jamaa'a ku tukaday waxaa laga yaabaa intaas oo qof halka fadhida inta ku tukatay inay ka yariyi wax badan inta aan ku tukan
هذا أدي بيت كإلهي آدم المها جم سيادك آدم يا ليه كرتا هذا وتعال لا ويلك وعاصي خير ملة هرت مرك يا بيت كإلهي ما برت كوجوا وصن عرق بابا أبا هذا تهاي هذا بيت كإلهي حاضر كم وصن عرق حاسة وقص بيسامر حاسة وقص بيسا أدي قال الربا مرك ويري هاي أو صغير ويهاي أو صلاة جارو تدوسنا لقب الله وتوسنا على جمر كم مرة هيو إنه أبا الله صاحبه مساجد ككل صاحبه إنه صلاةها أبا كل صاحبه إنه خير كأبا الراعي أيال الربا هذا هل مرنا هذا أمرين بل لحت علىك هاي سأوجد على هذا هاي هرددها كقصنا أودا أنا سوت كنا هاي أديك مي أصدق وكيله أو سوت كنيس سو أصدق صلاة الله جمر سو أديك صلى الله جمر راعي إنه أديك قوسار المي سل الراعي سو أديك متي المبضن أو النال وأبا الآن أبها أتشوا والنالي وحويان لمشهد يصير نلشي سواء سكمت وعارج زاجب ده يرير أو وذا عضي سنة أو سوق يعي سامر كأوفي رسالة وحلا زاجب ده هاني ده جوبه كمان على المياه بحاسات أو وذا قوي هدي أبا غير الآن يكون عضي أو أبيه صغير ليه ضميرون الله هين ee gabadhiisi gurigiisa intee ka soo labisatay ayadoo nuuc la nuucay rabta u labisad dariiqa yaa ayso wiilkii oo jeegada xiiran oo guriga u hoyanahay kana soo baxahayo salaad la'aana uu yahay aabahaasi aawa masuuliyadiisi ma aha nin nasaba oo gobnimo ma aha gabadhaani waxay u baahan tahay qof gob ah oo ilaaliye u baahan tahay aaba gob ah ay u baahan tahay haday weeydo waa inay walaal hesha gob ah haddii weeydo waa inay adeer hashaa maxaa adeer laan dhigay oo aab laan dhigay oo abti laan dhigay oo walaal laan dhigay ilmahan yar yar ka oo qaangaarada hadda ah oo kulligood wada cadeysan ka yaa ahay waxaan wada jeegada xirtay oo meel ay ku socdaan aan la aqoonin oo habeenkii 6 saac markay tahay 7 saac xaafadaha dhixdooda qeyla dhaantooda laga joogi waayay oo tuuriyeynaya aaba waalidkii dhalay dadkan xagee jiraan waa nool yiin laakiin waa qof muqaalkiisa joogo oo asaga sida kale u maqan weeyo وقف الظاهر كيسية جسد كيسو النول يعي لكن قلبي كيسو دنتي وي عيادا بالله صحابة وحي أهايين كوى المهو دانا كيانا أيقو نيما دا بيتك إلهي هلقاه لطا خير لأضحي آذان كمركا مقاشيد ميلك لجماعة هلا آذين بيتك كيان صلاة ساسا إلهي كوكو حفظنا هيا وإلهي كوكو بركينا يا حوق يا عافمات كاك إلهي كوكو بركينا فضائش صلاة داني أي لأضحي وواوي وحا كميدا labada ragco oo ka horeysa subxiga bal nabi maxamed muxuu yiri alayhi salatu wasalam rak'at alfajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha rak'atani wayan rak'at alfajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha labada ragco oo subxiga ka horeeya adduunyada iyo dhexdeeda waxa yaala way ka khayr badan yihiin wax alla waxa adduunyada dhexiyaa lo hanti iyo maal ah waxa wabiyaal yaala waxa aan dabaqayays dul saareyno waxa aan hayno dhan waxa ka khayr badan labada ragco oo ilaahay dartiisa aan u tukaneyno oo subxiga ka horeeya hadii marka sunnadeedi sidaa u fadli badatay maxaad u maleeyneysa waxa weeyaan faradkeedii oo waajibkaana maxaad u maleeyneysa fadilada ay leedahay salaadaani waxa weeyaan ru'yatullah ilaahay subhana wa ta'ala baa qofka laazima oo joogtay ilaahay buu arkaya maalinta qiyaamaha بحاك ويني بضل نبي يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إلهي بعد أركيسان مالين تقيامها ضي حساد أركتان وحال أركت إذا حق إذا لسكاكش بهاي ما هنكلنا أركي وحال وش بهاي حق أركت إذا ضي حساد أركتان هبين أفريا تبنا هذا تشوغة وقف قف كل عريرين يعان لأرك أيان إلهي مالين تقيامها وأركيسان فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا هذا أودان إن الله إنك غالب نقن وألا إنك هرمر صلاة الصبح إي عصرك سمعية ساسا النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ما دام مؤمنين تو إلهي أي أمر إيان أركيان ما لنت قيامها أي النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم والعمل كان عمل جليل ويا إلهي يقول له هذا dadka raba ilaahay inay qiyaamo arkaano oo ilaahay u naxariisto ridihiisa helaano amalkaana nabigu baraarujinaya sallallahu alayhi wasallam fadaaisha ay leedahay salaadaan waxaa kamid ah anna al muhafiza ala salati as subh ma al jamaa
من أطيب الناس عيشا قفك صلاة صبحك إلى عليا أو شوكتي أو جماعة كو إلى عليا وقفك ضدك أقول للفيعا وأنشطهم بدنا جسمي أهان مرك اللي يدادنا مالين تعس وقفك أقول نشادي في الفرعون بدن وأنعمهم قلبا قلبي أهان مرك اللي يدادنا وقفك أقول فرحات بدن أو أقول قلبي قبل ضدك ويش نبي قال يري عليه الصلاة والسلام النبي يقول لي هاي يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد مرك قفك أوصيح ذوه أيا الشيطان صدح دبر كحر هيا وماذا حقا قافية دوشي سوء صار يا عقدوين بكحر هيا عقد كنا وقنتمه شيطان كوهبين كي مركا سيحتكو استعمال يوي صدح لها الدبر أيوكو قدبر يا وقنتمه مركز النبي يقول فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة هادو قفكو هردادي معان كبضنيت كسو قلقشو كسو كعو أو إلهي نقو حصو أذكارتي أو آخر استمر قفكو سو كعو حركيه يقنتميه اللقوح لمدبا فرانيسا فإن توضأ إن حلت عقدة هادو ويسقى تانا متكلا قوضي فإن صلى إن حلت عقدة هادي صلاة دي صبحي قاو تكدنا وجماعة دي يخير كي أو إلى لينا كيسة دي حاد باقو أي فأصبح نشيطا طيب النفس وحواقو أبريا أصدقوا أحمد وناكسر أو في الفرعون وحويا طيب النفس يا نفتي سو أي طيب طعي وقلبي كيسو قبوي ياهي وقلبي كيسو قناع علي ياهي وبدن كيسو في الفرعون ياهي أيا واقو أبريا ياهي ساسوكو وابريست وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أيها النبي عليه السلام هذا سيدا يلي وايو وحضورك جماعة يا خيرك إلى لوايو وعواق أبري هيا أصدقوا خبيث النفس من نفح انتي صحنت هيا كسلان وسلوء وبلاي الدول سارنت هيا حركيه كحرنا وصاك الله سوكا عاية مرقاسو اسكرنا عندنا هيا ميلو أسعود ونقرنا هيا وقف دمات سوي صلى الله عنه بكنا عليه جماعة دي بعد أفتساك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحى الله شيء قف سيحنيا وإلى قرحه أي كسر بحيس كهور دهية مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل بال الشيطان في أذني كاسي وقف وحويا شيطان لبدر نقول أقول كاديي أو أذنه شك من الراوي أما دكتيس الشيطان كاديي وحى مركز الرب ولا ليال إنه صلاة دان إلى علنا نلاشينا لقب الله ومانت إنا وحكة بدلنه طبعاً كبشارة ووين وصلاة الصبح جا عيلة ذهي وإنا إلى لنا مساجد صلاة الصبح جا وعدله دتكي كتو كن لها أنا ما إنا لمن منا عينا جورين واتشوجان وديجانك درس بيليهين صلاة هكلا عمران صلاة الصبح جا مساجد وعدله وإنا نقك إنه عاسل بدله مسلمين تعز يا شرف وحي ليهين مركز صلاة الصبح جا صفك ورئيسك عريرين هيان وعريرك كتاعين ياي والله عمره هيو مركز عز جود يا شرف تود أي أصل الله بنيسا قوم هدربتينا أوجاتد إن دين تأي كسي باب عيان والدين حماي كسي صعدان صلاة الصبح جا الله جا هذا كسي أركتي أضيال أفرج طواني واحد نوع عاصم زاي قلت كنا هيا حلي هذا كلام اللي تكنا هيا أدل يردي اللوايي قوم كان واحد ويان دين تودي دل يردي حمباري لهيد خد كويك بحوا مغيي ماشى دل يردو أي صلاة الصبح دوميهن إلى علينا يانا ضد كاس واحد الصعود النور يا إفتين يا خير يا بركة يا هركع أي كم موضة المهن أن صلاة الصبح حاضرينه أن نقول نفتي أن جينه صلى الله على نبينا محمد.